بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلام الله عليه بالتمام حتى يرضى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، موش كتبوش هذوكم تنكر صعبة تعطيها لغيره باش تغيظه، لعل تعمل سكتة مخية ولا حاجة يتنحم سكة الحياة وانت تتهنى، ما عادش حد يطلبني، يعني الأمر وقع بيني وبينك بالإيماء ولا بالألفاظ، لا كما قال ربي فاكتبوه. هذا ما يمشوش فيه، خاطر كل كان توا حتى علماء الخط مش يكسبون. ها يا سيدي، قالك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أهلها والأهلية اللي متقلبت، لا أهلية ولا تأهلية، اللي ما يزموش يشهد لأنه ما عندوش ماضي يشهد واللي هو صادق يشهد ولا هو اللي يشهد، ويقدموه ويزيعوا واللي عرفوه ما أنا يشهد عليهم وضد مصالحهم، يبعدوا بيتهم باطلة وبرا العالم هذا متاع التهم، ويكيلوا لبعضهم التهم اللي لا أساس لها. من هذا يا عالم الكرب عصيانين فيهم، أما عالم الإسلام يعمل العكس بالتمام. ونغيظكم وقل موتوا بغيظكم، أعلى دليلنا الله سبحانه وتعالى، وقبلتنا ربنا ورضاه في الدنيا والآخرة، وأنتم برا ابعثوا على ربكم اللي اخترتموه، هل هو رب أم لا؟ وكيف يمكن أن تقارن الله سبحانه وتعالى بمن زعمتم أنهم أرباب من دون الله؟ كيف يكون ذلك؟ هذا ظلم فظيع ومطلق، والعياذ بالله. نسأل الله السلام.